بكم في هذه الحلقة من هنا بيروت. أعلنت المعارضة موقفها من الحوار وعلى رأسهم القوات اللبنانية والكتائب. لا للحوار، لا لوصول مرشح الممانعة إلى قصر بعبدة، ونعم للمواجهة. ولكن ما هو مصير رئاسة الجمهورية؟ عن هذه الملفات سنتحدث مع ضيفي في الاستوديو النائب بيير بوعاسي. أهلا وسهلا فيك سعادتك. أهلا فيك وبحيي مشاهدي الجديد ومشاهدي برنامجك هنا بيروت. أهلا وسهلا فيك. لوين اخدين لبنان؟ الناس عم تسأل لوين اخدين لبنان لهذه المواجهة اللي عم بتقولوا انه نحن رح نواجه. اي مواجهة؟ مواجهة سلمية، مواجهة عسكرية؟ تبين معكم سلاح، بتقولوا انه عن حزب الله معه سلاح. هل انتم معكم سلاح للمواجهة العسكرية في حال وصولها؟ نحن معنا 150 ألف صاروخ، حزب الله معه 100 ألف، وعندنا 150 ألف مقاتل مدربين، ومن تحت الطاولة إيران عم تمول. لا معلش، إذا في 10-12 شاب معرب بشكل كتير قانوني يؤمنون الأمن في معرب المهددة، نعم، كان بالدرون قبل كان بالتقنيس، إيش معناتها معنا سلاح؟ مهددة من مين؟ بدون؟ مهددة من مين؟ من اللي قوصوا على الحكيم، من اللي طلعوا درون، و99% حزب الله. ورح قلك ليه، زمانات شفت السفير الفرنسي كان صاير حاطين متفجر على البلوم بانك، إذا بتتذكر أول ما صار قصة الكومبلاينس قاعد أنا وياه، قال لي مين عملها؟ قلت له إذا عرفنا مين عملها بنكون عرفنا مين عملها، بس إذا ما عرفنا مين عملها بنكون تأكدنا مين عملها، يعني حزب الله، ولهلأ ما عرفنا مين عملها. فهيدا التهديد على معرب بشكل كتير واضح. بس بالمقابل وين أخدين الناس؟ أنا بدي أقول نحن صراحة كمقاومة لبنانية حقيقية سلمية سياسية، حتى بفترة الاحتلال السوري كانت مقاومة لبنانية حقيقية سلمية وسياسية. نحن كمقاومة عم نقول وين ما رح نسمح للآخر ياخد لبنان، ويلي بيدخل بحالة المقاومة بيدخل بمرحلة بس عم يقاوم. يعني المقاومة الفرنسية بالحرب العالمية الثانية شو كانت؟ عندها مشروع مستقبلي، عن اتفاقات، عن فرز النفايات، عن كل شيء. كانت عم تمنع الألماني يبتلع فرنسا كبلد، كثقافة، كوطن، ويأخذها على محور كان اسمه بالزمانات، يعني ألمانيا واليابان وإيطاليا إلى ما هناك. نحن اليوم اللي عم نقوله في حل من اثنين: يا نحتكم كلنا إلى الدستور ومنروح نعمل العملية الانتخابية كما يجب، أما إذا في طرف ما، حزب الله، رئيس بري، لحديت هلأ تيار وطن الحر، ما بيقبلوا ينفتح مجلس النواب إلا ما يكونوا متأكدين أنه مرشحهم رح يوصل، هيدي صار منطق أخذ الرهائن، بطل منطق بناء دولة. طب بس كيف تقاوم؟ ما هون يعني أنتوا عم تحكوا بمواجهة، مواجهة كيف؟ مواجهة السياسية اللي عم نقول فيها نوم فيها لليوم. ولليوم لو حزب الله قادر يوصل مرشح وكان وصل، وبالتالي نحن عم نقول لنذهب إلى مجلس النواب ويكون في دورات متتالية، ويلي بيربح صحتين على قلبه إذا كان من خطنا السياسي من أيده، إذا كان من غير خطنا السياسي من عرضه، بس مش بمنطق إذا مش من خطنا السياسي من عرضه. أكيد بتعطله سؤالي؟ لا خليك معي، رح قلك أنت بنعطل. إذا اللعبة مفتوحة مثل ما نحن عم نطالب، وهلأ صار لها شهور منا مفتوحة، ورح أرجع لهاي لاي منا مفتوحة. إذا اللعبة مفتوحة أكيد بروح على المجلس بكرة. إذا اللعبة مربوطة بأنه إذا متأكد مرشحي رح يوصل بفتح المجلس، منعطل منعطل بيا، لأنه هيدا منطق ابتزاز، ما عادش منطق مؤسسي. طب أنتوا معارضين لهذه الفكرة قبل لما كان الثنائي عم يستعملها؟ صح، بس برجع بوضح، إذا التعطيل مستمر حتى الثنائي يتأكد أنه مرشح ورح يوصل، ساعتها بيفتح المجلس، لن نرضخ لهذا الابتزاز. إذا موافقين معنا وفقا للدستور ولكل شيء معترف فيه والأعراف اللبنانية، منفتح اللعبة ومنضل نصوت، ساعتها ما بنعطي. بس شفت شو النيوانس بين اثنين، شو الفرق بين اثنين؟ هلأ النقطة اللي بدي ألجأ لها: أسوأ شيء ممكن يصير انه حارس الهيكل يدمر الهيكل. مين حارس الهيكل اليوم؟ مجلس النواب، زميلنا الرئيس نبيه بري، عم بدمر الهيكل. رح قلك كيف. ما في شيء بالدنيا اسمه صلاحية بدون نص ابدا. كل صلاحية بهالدنيا وخاصة بالسياسة في نص بيعطيك هذه الصلاحية.
طيب اعطيني سطر واحد مش نص بيعطي لرئيس مجلس النواب الصلاحيه يسكر مجلس النواب. الماده 5 من النظام ده او شيء بيعطي صلاحيه يدعي الى جلسه انتخابيه. الدستور شو بيعطي صلاحيات لرئيس مجلس النواب؟ صفر ولا شيء، ما بيجيب سيرته. كيف ما هو اللي بيدعي الى جلسات. تسلمي لي، فينا نقرا الدستور على الهواء وبقول لك الدستور ما بيجيب سيره صلاحيات مجلس النواب، في مجلس نواب في رئيس مجلس نواب بتخلص هون. النظام الداخلي لمجلس النواب بالماده 5 بيعطي الصلاحيات شو هن؟ يترأس المجلس، يدير الجلسات، يتأكد من تحقيق الأمن داخل حرم المجلس، ويحترم القانون والدستور. لا بيعطي صلاحية، لا يفتح لا يسكر، عليه يحترم القانون والدستور مش على ذوقه. يعني إلا إذا دخلنا بمنطق ما بدش رئيس بري شيعي يمثل السنية الشيعي اللي مسكر كل مقاعد الشيعة بمجلس النواب، مظبوط؟ مظبوط. وبما أنه يمثل طائفة له حق يعمل اللي بده إياه خارج القانون وخارج الدستور. ساعتها بدنا نقول زيت الشيعة رئيس الحكومة، لا قانون لا دستور، يمثل السنة ويعمل بده إياه. وزيت الشيعة رئيس الجمهورية وخذيلك من الجمهورية. ساعتها ما بقى في قواعد للعبة. المؤتمن اليوم بغياب رئيس الجمهورية على احترام الدستور والقوانين ما عم بيحترم لا الدستور ولا القوانين، ويقفز فوق. شو بقول لك؟ تعا سلم عندي باللي بدي اياه، نفذ شيء اللي ما إلي حق كنت اعمله، يعني بفتح مجلس النواب خي لا ابدا مش هيك. طيب بس سعادتك انا سؤالي واضح وصريح. نعم. من يدعو الى جلسه انتخاب لرئيس الجمهوري؟ مش هو رئيس مجلس النواب. صحيح. من بعد يمكن كمان اجتماع لهيئه مكتب المجلس. حرص. ولكن يعود له القرار بتحديد هذا الموعد. لا ابدا، ملزم يفتح مجلس النواب، مش لا مش خيار له. بقول لك ما في سطر بيقول إذا له حق يسكر مجلس النواب، الصلاحية مش موجودة عنده، عنده واجب الدعوة مش استنسابية الدعوة، أبداً أبداً ولا حرف. يعني بدع الناس والمسؤولين السياسيين يرجعوا يقدروا الدستور والنظام الداخلي. الرئيس بري ملزم أوكي بتطبيق القوانين. سلمنا جدل مكتوبة بالفقرة 4 فقرة 5 عفوا دي 5 بتقول احترام الدستور والقوانين. سلمنا جدل لهذا الموضوع، بس إذا دعا جلسة واثنين وثلاثة وعشرة ومية صح وما صار في انتخاب رئيس، طب ما هو كمان كحكم مثل ما عم بتقول ومايسترو لهذا المجلس. نعم. كمان من واجباته أنه يعمل مبادرة، وقام بهذه المبادرة، مسك العصاية بالنص، رضاكم كمعارضة، قال أنا ملزم بجلسات متتالية، إنما خلينا نجي 7 أيام نعمل حوار ونذهب مباشرة إلى الجلسات المتتالية. واليوم على حديثه على الجمهورية التزم أكثر من هيك، لما نقلكم إذا كانت نتيجة هيدا الحوار سواء نجح أو فشل أنا رح أنزل إلى مجلس النواب، شو بقى بدكم أكتر من هيك؟ رح أقول لك شو بدنا أكتر من هيك. برجع بقول هيدا منطق يستقيم إذا بدنا نفصل بين أمرين أو شخصين. رئيس مجلس النواب نبيه بري ورئيس حركة أمل نبيه بري. إذا رئيس مجلس النواب مجبور يفتح مجلس النواب، هذا ليس خيار. والرئيس بري عم يطعن بالصميم الدستور اللبناني بالصميم. ثاني، على اذا رئيس حركه امل كمان نبيه بري بده يطلق مبادره مثل ما سمير جعجع معك في الالقاب للكل، في يطلق مبادره اول جملات او في يطلق مبادره بده اياه، بس ما في يربط هاي بهاي، ما في يربط هاي بهاي. ما عنده الصلاحيه، واحد لا ثقة لدينا لا في لا بحزب الله ولا بكل محور الممانعة يلي بيدعي اللي قالوا الحكيم مبارح، بيدعي للحوار بس يكون الأمر مش متعلق بموقع الإلون. ليش بدعي للحوار رئيس بري وزمط على صوت 65 صوت أخذ ليه؟ طب بس لما نصفي عنا العملية سكروا المجلس إنه ليك بدي أعطيك. طب أنتوا لو كنتوا قادرين تعطلوا عملية انتخاب رئيس المجلس النواب ما كنتوا عطلتوه؟ لا كنا عطلنا. إيه ما هي اللعبة الديمقراطية. لا مش هي اللعبة الديمقراطية،
منطق التعطيل منه منطق ديمقراطي. بس منطق ما انتم راح تستعملوه هلا كنت بعدك عم تفهم علي لانه بعدك مش عم تفهم النيونس تبعي. انتم عم تسمحوا لحالكم اللي عم ترفضوا لغيركم شي... هيدي الفكره رمان. اللي عم ناقشها معك رمان. خلي نكفي اول شيء ما عملنا بعد. نحن عم نحكي بكل جرأة وبكل شفافيه. هن سكروا مجلس النواب نحن ما عطلنا اوكي. فبالتالي ما فيك تقارني الامر الواقع اللي صار بموقف مبدئي عم نقوله. برجع بقول إذا بدهم يسكروا المجلس كانوا متأكدين صار لنا حق نحاربهم بسلاحهم. وإذا بدهم يحترموا الآلية الدستورية نحن أول ناس نحترم الآلية الدستورية. ما تحطيهم بذات الكفة الميزان ما بيزبط ولا يستقيم. أنا اللي كنت بدي أقوله الرئيس بري عم بيعطل عمل مجلس النواب. رح أعطيكي مثل كتير واضح كتير واضح. رئيس بري ما صوت للرئيس عون وحارب داحس والغبراء بيناتهم. هيدا بالظاهر. بالواقع شو صار؟ سكر له مجلس النواب لميشيل عون سنتين ونص تصار حزب الله متأكد انه ميشيل عون رح يوصل. اجا ميشيل عون ورئيس بري ما صوت له. هيدي وقائع ما فينا نناقش فيها. ما فينا نناقش فيها. سنتين ونص مسكر مجلس النواب تكين حزب الله قال له افرج عن مجلس النواب. افرج بس صار مرشح حزب الله قادر للوصول. بس ليه ما بتخلى انه سنتين ونص يمكن تسكر مجلس النواب عم بيحاول يمنع وصول ميشيل عون الى مجلس النواب؟ ابدا. ولو ما انتم سمحتوا أبداً. لوصول ميشيل عون ما كان وصل ميشيل عون. خليك لان كان في حركه الرئيس بري عم يعملها كمان باتجاه الدول لاقناع بعض الدول المؤثره على حزب الله انه اقنعوه ميشيل عون رح يكون بدايه لجمهوريه ثالثه ونهايه للجمهوريه الثانيه. ما هيدا واقع لا تاريخي كمان. ميشيل عون نهايه لكل الجمهوريات من ناقص 5 لزائد 10. بس بدي اقول هون من عقلك الرئيس بري بيتميز عن حزب الله عمليا. عم بحكي مش بالمواقف وبال بالتموضع عمليا عن حزب الله الان. اعوذ بالله اعوذ بالله. رئيس بري بيعتبر انه سلطه او موقعه ناتج عن سلاح حزب الله ووهج السلاح حميله له. بيعتبر انه كرافاته بتامن لحزب الله غطاء سياسي واللي ما بده يحكي مع سلاح حزب الله بيحكي مع كرافات نبيه بري. مستحيل يتميز عنه شعره. اكد لك اياها. بس هلا انتوا اللي بده يكون عم يحكي مع كرافاتة الرئيس بري. هلا انتوا مبسوطين انه ممكن يكون في عقوبات من قبل هذه الدوله. انت قصدك عن امريكا انه امريكا ما بتحكي مع حزب الله بتحكي مع الرئيس بري. هلا انتوا ناطرين هذه العقوبات ومبسوطين. لو امريكا كنا قلنا امريكا ما مش معروف عني اني بدور الزوايا. طيب. إيه؟ إذا لا يمكن فهمت علي غلط. ما قصدي حدا. قصدي الرئيس بري لا يتميز عن حزب الله شو ما صار. واذا تميز بيكون بالتنسيق مع حزب الله. ما حدا يغلط. هلا بتقولي لي في دول بدها تفرض عقوبات على حزب الله او غير حزب الله مثل ما فرض عقوبات على جبران باسيل. صراحه من اخرها لا بيسالونا راينا ولا نحن معنيين. يعني ما بيعملوا موقف مثل فرض عقوبات يعني هو مش مزحة. لأنه هيدا العقوبات إن كان فرنسية وإن كان أمريكية هي عقوبات قانونية. وأي حدا مفروض عليه عقوبات بيقدر يروح تجاه السلطات المعنية ويسقط العقوبات. وصارت مع عدة مسؤولين سوريين تحديدا بفرنسا وسقطت العقوبات عنهم لأنه قضائيا ما كانت مبنية على نعم. على شيء متين. خلينا نقول أنت علاقاتك نعم. مهمة مع هذه الدول الغربية. هل صحيح في هذه أجواء العقوبات على الرئيس نبيه بري وتحديدا أنه في بنسمع كتير من بعض نواب المعارضة اللي بيزوروا كتير أمريكا أنه صارت قريبة جدا هذه الخطوة؟ أنت أنا زرت أمريكا مؤخرا واشنطن ونيويورك يعني الأمم المتحدة والإدارة الأمريكية. صراحة ما لمست كل شيء بيعملوه هو بناء لمصالحهم مش لمصالح اي طرف بلبنان. وبالتالي ممكن يحكوا عن الموضوع ممكن ما يحكوا عن خبرات سابقه لما يكونوا عم بيقتربوا من عقوبات بيتكتموا اكثر واكثر. يعني كل مصادرنا بتصير متكتمه اكثر كل ما قربت العقوبات. هلا بتقولي لي رح يصير عقوبات على رئيس بري بقول لك بستبعد ليه؟ رح ما عندي هالجو لك يعني كنت مش عم بحكي مش انه بغلقه بس بيضل في فويت بمكان ما. يعني اذا الامريكان عم يشتغلوا ممكن تيجي الفويت من الالمان او من الفرنسويه او من الامريكان مباشره. ثاني شغله بدي اقولها من اخرها
اوعى حدا يبالغ بتقدير تأثير العقوبات. معلش عنا هون بنطوا يعني صار عقوبات حزب الله، وطبعا في كل عقوبات فرط تاني النهار، لا ما فرط ما صار له شيء، فينا نرجع لفيدل كاسترو، فينا نرجع فينا العقوبات صارت على الصين وإلى ما هون وعلى روسيا. تأثير العقوبات على العراق 10 سنين، عراق صدام حسين، ما حدا يبالغ بتأثير العقوبات، ونحن كفريق سياسي لا نراهن كقوات لبنانية على العقوبات. أوكي، بس اليوم الرئيس بري حكي عن وشات، هل أنتم شعرتم بأنكم معنيين بهذا التعبير كقوات لبنانية؟ عم أبداً أبداً، نحن المأخذ اللي عنا عليه على الرئيس بري واضح، بقوله هون، قالوا مبارح رئيس الحزب، كل يوم بنكرر وقفنا واضح، ما في وشات، نحن مش من النوع اللي بيوشي. وصراحة أكثر وأكثر لا أؤمن أنه دولة بحجم أمريكا أو فرنسا أو بريطانيا، لأنه الصين وروسيا عطول قراب من محور الممانعة، ولحد هلأ ما فهمت ليه يعني، بس هيدا موضوع آخر، مش ناطريننا. إذا بدنا نعمل عقوبات، في شي مرة سمعت جبران باسيل قال لي كوشات؟ هو تصرف بطريقة معينة، دول اعتبرت تحديدا امريكا انه لازم ياخذ عقوبات لانه في شبهات الفساد ولا مهونيك من مهونيك، بس انه نحن رحنا على الكونغرس الامريكاني وعلى وزاره الخارجيه، بعدين صناعه القرار بامريكا شغله كثير معقده، يعني ام شبهها لتيار نفاسه، يعني مش من مكان طلع عليه بيعرف يقودها، عمليه كثير معقده. بتقولي لي في شركات لوبينج احيانا بيشتغلوا على اشياء معينه، بقول لك ايه بس مش على عقوبات، بس هيدا بكلف ملايين. كمان بما أنك عم تحكي عن عقوبات جدية، وإذا في حال في توجه دولي لاتخاذ أي عقوبات على أي شخصية، اليوم ممكن البعض يقول في وجهة نظر، وتحديداً اللي بتحكوا عنه محور الممانعة، بيقول أنه هلأ صرتوا أنتوا كمان دخلتوا على لعبة التعطيل، وممكن يكون في الإجراءات اللي نحكى عنه ببيان اللقاء الخماسي يمكن تطالكم لألكم، لأن هلأ صرتوا أنتوا المعطلين. يعني المشهد العام سعادتك، خليني يعني أبحث أنا وياك هاي النقطة تحديداً. اليوم الرئيس بري عم بيقدم يلاقيكم على نص الطريق، وعم بيقلكم أنا ما بدي أفرض عليكم مرة، أنا ممكن أتراجع عن مرشحي أو ننزل بأكثر من مرشح الجلسات المتتالية، بس أنتوا عاملين بلوك، ما بدكم تحكوا نهائيا مع الرئيس بري ومع حزب الله. اليوم أنتوا صرتوا المعطلين، إيه أو لا؟ أكيد لا. أول شيء المعطلين تبقى مبنية على وقائع مش على اتهام. يا وين عطلنا؟ هيدي يعني هيدي المبادرة، يعني قديه عم بقرب الرئيس بري؟ ما بدنا مبادرة، حدا بحسبني إن جاوبت مع مبادرة أو لا. أخي بكرة يطلع رئيس حزب الخضر أو يطرح مبادرة، إذا ما استجبت لإله بكون أنا معطل، أنا أستجيب للقانون والدستور. خلينا نبلش بهايدي، يعني عطلنا؟ لا ما عطلنا شيء. عطلوا هن أكيد إيه، بس بدي أقول لك شغلة، ميشيل عون مدرسة، فعلا مدرسة. مدرسة بشو؟ وصل لك ميشيل عون علم حزب الله شغلة، وعلم الرئيس بري شغلة، انه بس تتهم حدا بشيء بتكون انت يا عم بتحضر تتعامله يا عملته وصار وراك، وبالتالي لمن رئيس بري او حزب الله يتهمونا بتعطيل، ما هيدي صار لهم، رح يصير لهم سنة او اكثر من سنة حتى هن عم بيعطلوا، وبالتالي ما فيهم يتهمونا بشيء هن عملوه. أنا بدي الفاكس، وقائع. وقائع مين عم يخرج عن صلاحيته؟ الرئيس بري. مين عم يفرض مرشحه؟ حزب الله. نحن نعارض، لهلأ لم نعطل. ما فيك تحسبيني عن نوايا، عن نوايا ما في. هو الفرنسي بالعالم بلش يحاسبك عن نوايا. فرنسي يعني يسحب منك جنسية بمجرد ما يطرح مبادرته لدريان، وانت هالقد امبارح حتى الدكتور جعجع يعني هجم على فرنسا بطريقة مبطنة، هجم عليها وانه هاي الأمة الحنون للمسيحيين تحديدا، يعني نوصلنا لهون؟ معقول؟ خلينا أول شيء، فرنسا بطلت الأم الحنون للفرنسيين، هيدا اللقب أخذته فرنسا بال 1861 لمن صار إنزال للقوات الفرنسية البحرية بأمر من نابليون تروا
بالامبراطوريه الثانيه انه ينزلوها بعد مجازر 1860 حميوا المسيحيين صحيح. وبالتالي طبعا كان بفترتها كل قوه عالميه عند الحصانة بلبنان، دروز الانجليز الا ما هناك، ما رح ندخل بدرس تاريخ. فاذا فرنسا لا منا من الحنونه، فرنسا ام الحنونه للشعب الفرنسي، ونحن الام الحنونه للشعب اللبناني. وكتر الف خيرهم بيهتموا بلبنان، مش باقي غيرهم. حاطت لبنان على الطاوله، القلم فيما يخص لبنان ان كان ببروكسل او بنيويورك فرنسا بتمسكه. وبالتالي كل هيدي عناصر تقارب وتقدير عدا الجانب الثقافي والقيمي الى ما هنالك. بس لمن يكون نظرتنا للمصلحه الوطنيه العليا لا تتطابق مع فرنسا او مع اي دوله عربيه او غربيه منقول غير موافقين. من اخرها بهون ما حدا له مونة علينا. ليه؟ لانه نحن ملزمين بالدفاع عن المصلحه الوطنيه العليا مثل ما نحن بنشوفها. وبالتالي الوزير لودريان قبل قبيل ما يستلم الملف، كنت انا بقصر الاليزي وعرفت انه رح يستلم الملف ويجي على لبنان عمليا بعد اسبوع كان بلبنان. اول جوله استمع، ثاني جوله اقترح، وبعتقد نحن اكيد ما فينا بالاقتراح. ولا رديتوا على الرساله؟ لا لا، ولا ردينا على بلا، ردينا انه لا غلطانين كثير. اوكي، بس ما رديتوا خطيا على الاسئله. الرد الفعلي اجى من نائب رئيس الحزب زميلنا الاستاذ جورج عدوان انه انتم حبايب قلبنا، بس هيدا خطا كبير. ما في سابقه بالتاريخ مندوب، يعني بطل وزير خارجيه وبطل اول وزير خارجيه ما بغير شيء، مندوب بيبعت 128 رساله ل 128 انسان، كان عم يعمل باك فرنسي يعني. هي 38 محدد مخصص 38 نائب وجه لهم رساله مثلا. وبالتالي لانه بيمثلوا تقريبا الكل، قلنا له لا هذا المنطق لا يستقيم والمقاربه خطا. وصراحه بس كان عندنا الوزير لودريان بزيارتين كنت فيهم اثنيناتهم كوني خبير بالشأن الفرنسي وكنت مسؤول على علاقات خارجية مش بس بالشأن الفرنسي. بريف، من النقاط الأساسية ضوينا عليها أنه شو الهدف المرحلي تبعك وشو الآلية الميثودولوجي، ما كان واضح لهي ولهي، وتبين عنا أنه الميثودولوجي مش مزبوطة. طب هلأ لما قلنا له إياها أوكي لما نيجي لدريان هلأ في حال دعا إلى الحوار أنتوا رح تقاطعوا؟ أكيد. شو بغير؟ حتى ولو كان بغطاء من الدول الخمس، يعني هو تحديدا اذا بغطاء من الدول الخمس والدول 25 والدول 192 نحن 93 لما بغير شيء، لأن نظرتنا للمصلحه الوطنيه العليا هون. وما بدنا نحل مشكله بس خلينا نكفي اللي بياخذ رهائن كيف بيتصرف؟ بيلقط رهينه ما هيك وبيهدد، اذا بتدفع الفديه الارجح يفلتها، اذا ما بتدفع الفديه بيقتلها، بقولك انت المسؤوله. هيدا تماما اللي عم بيصير اليوم، اخذين رئاسه الجمهوريه رهينه عم بيطالبوا بفديه، قدم لهم الموقع الرئاسي، واذا ما عملناها بيقتلوها من خلال التعطيل. بقولك انت المسؤول ان كان عندك نيه التعطيل لو فتحنا مجلس النواب. لشو قصه الحوار؟ اول شيء في نقطه كثير مهمه روان، بنسميه بالانجليزي الوردينج، الاليمون دو لانجاج او الفوكابولير، هودي كتير مهمين. يعني حزب الله هرب من تسمية حزب الله لأن صارت كتير سلبية وصار هو مستحي فيها، نقل عشو المقاومة. أوكي، رئيس بري لك ما الله لعبة وردنج وردنج بس كلمات وموفقين فيهم باي ذا واي. رئيس بري هرب من افتتاح مجلس النواب، شو فتح كلمة وين مكان بالعالم إيجابية؟ حوار. طيب البابا ما رحنا غش. الى حوار اديان سعادتك، يعني هذا منطق عالمي موجود. البابا امبارح دعا، انا معك منطق عالمي ولازم يكون موجود. شو في عندكم حل بديل؟ يعني اذا في حال نحن انا اوكي انا معك ما رحنا على حوار، اذا بتقولي لي انا مختلف مع الشيعة كطائفة او كعقيدة او كدين بقول لك لازم نعمل حوار بهو، بس مش مختلف مع الشيعة، انا مختلف على فتح المجلس او عدم المجلس، فتح مجلس واحترام الدستور اللبناني. وصلنا الى حائط مشان هيك بقول لك في زكى باختيار كلمه الحوار، بدك المضبوط في دجل باختيار كلمه الحوار، لانني عارفين بالضبط لوين بدهم يروحوا. اختيار كلمه زكي
ودجال، اجمالا الدجال بيكون ذكي يعني ما بيوصل لمطرح. كمان عم تتهم الفرنسي انه عم يلعب بهذه يعني يدخل بهيدي اللعبه. بدك اعطيك ما الفرنسي كمان بدك اعطيك المزبوط، وعن جد بعرف هذا الملف. عم بحكيك العمليه 6 اشهر قبل نهايه ولايه الرئيس هون، وكنت بباريس. بعد بدنا نشوف لك ريقك اكثر. يا ريت بدي احسن منك. يا سيدتي كنت بباريس، وكان طرح من وقتها ينذر بمقاربتهم الخطوه التاليه. حزب الله لا يمكن تخطيه، وبالتالي بدنا نمرق من خلاله وعدم استفزازه. اوكي. هذا شو بيعني؟ حتى اذا اخترقنا الدستور، وحتى اذا خرقنا الانظمه، وحتى اذا خرقنا القوانين، لازم نرضي حزب الله. وراها دغري شو اجى؟ استلم باتريك دوريل الملف اللي هو بالخليه الازمه، خليه دبلوماسيه عفوا بالاليزي. من اول نهار دخلوا بمقاربه رئيس الجمهوريه يرضي حزب الله ورئيس حكومه يرضيكم. رحنا 10 مرات، رحنا 10 مرات على باريس. وبغض النظر عن الصداقه اللي تجمعني باتريك، بس هون عم نحكي سياسي ومصلحه وطنيه عليا، مش عم نحكي صداقه. اللي قلت باتريك، ما هيدي تجربت 2008 بالدوحه، مش هيك؟ شو صار فيه رئيس الحكومه؟ وان وي تيكت لحظه كان بواشنطن انتهى، فات على الاجتماع رئيس حكومه طلع مواطن، مش عايب يكون مواطن واحد، بس جربت وفشلت، ما هيك؟ ليش عم تعيدوها؟ ثاني خيار بس له هون هون سليمان فرنجي بالحرف، يعني كانوا كثير واضحين هاي لحزب الله يعني سليمان فرنجي. طيب يا شباب، ما مرت الماضي وكنت عندكم بالكيدورس قلتوا لي هلا مجتمعين سليمان فرنجي وسعد الحريري محافظ الالقاب، تساعد يمشي بسليمان فرنجي. قديش اخذت وقت؟ شهور وشهور 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 وما وصلت لمطرح. ما جربت مقاربة سليمان فرنجية وما قدرت وصلت لمطرح، علما انه كان وزير جنبلاط وسعد الحريري محافظ الالقاب ونبيه برني مش بعيد عن هالجو هيدا، وما وصلت لمطرح. ليش عم بتكرروا نفس التجربة؟ هاي ضيعت لنا سنة ونص، هاي ضيعت لنا سنة ونص. فرنسا لازم يكون عندها الليد الانترناسيونال، بس ما في يكون عندها الليد الداخلي تفرض علينا مقاربة ما. وبالتالي لا، نحن ما بدنا نطلع من رئاسة الجمهورية او انتخاب رئيس بأقل خسائر ممكن. مشان مطلوب، مطلوب يجي رئيس فعلي يحكم، مش ضروري يكون قوات، بس يحكم، يكون عنده نظرة، يكون نضيف الكاف، يعرف شو صار بالمرفأ، يعرف شو صار بالاغتيالات، يضبط الحدود. تعرف شو بدنا إياه بالضبط؟ البنود العشرة اللي وقع عليهم جبران باسيل بمعرب، هن ذاتهم بحضور ميشيل عون، ما احترموا ولا حرف منهم. بالنسبة لنا هودي الثوابت الوطنية والمسيحية، طب جربوا وبعضهم على الطاولة، جربوا أي حدا بيمشي بهو من وقع، بس على شرط يكون عنده شرف. طب هلا ايه؟ لانه هيدا ميثاق شرف، اذا بوقعوا بلا شرف بفل. لا، بدنا اذا حدا عنده شرف، هو النقاط العشره، هودي طرحنا، هي الثوابت الوطنيه نؤمن فيها، هي الثوابت المسيحيه التاريخيه لاجل كل لبنان مش بس لاجل المسيحيين. بس كارثه يا سعادتك اذا مشوا بهذه البنود، ما هذه البنود كانت مبنيه على المحاصصه وتقسيم لا 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 لا. تقسيم لا لا. المقاعد المسيحيه لا. بين حزبين لا اكبرين لا. يعني هيدا بدنا نعيد هيدا ما هيدا هيدا ما نشر الاتفاق مضمون اتفاق مع رام. وصلك وحياتك وصلي، ما بنخبي شيء، كل شيء يعني فوق الطاوله. هاي ما لها علاقه بالبنود العشره نهائيا. بنود العشرة، سيادة لبنان، ضبط الحدود، العلاقات العربية، العلاقات الدولية، عشر نقاط بيمثلوا كل طموحنا السياسي. هودي العشر نقاط. نحن بعدين كقوات وكتيار اتفقنا على توزيع متوازن للمقاعد، مش معناتها عم نحتكر خاصة الصوت المسيحي، بس معناتها عم نعمل سياسة. وبدي أقول لك شغلة بكل تواضع وقال وجباتنا، بس انه كانت اندرت السياسه اللبنانيه او الوزارات اللبنانيه او الاداره اللبنانيه اذا كان فيها قوات، خلي حدا بكل تواضع بقول هيدا اقل وجباتنا تجاه ناسنا، حدا شيل غبره؟ غبره لا فتنا لا. ما سنتين هلا كرمال هيك عم نشجعكم كقوات ترجعوا تشاركوا بالحكومه المقبله. ليش لا؟ وحتى لو وصل سليمان فرنجيه، يعني حتى سليمان فرنجيه دعاكم الى انه اذا في حال انا وصلت انا ما بقدر امشي وما بدي امشي من دونكم. المشكله مش هون روان،
المشكلة انه وحتى انطرح كميل بوسليمان، سوري عم اقطعك، ولكن طرح كميل بوسليمان على حاكمية مصر في لبنان انه شو بدكم احلى من هيك، يعني انه هالقد في ثقة بسلوكيات القوات اداريا. الحمد لله مش اداريا، سياسيا. اداريا لا سياسيا، سياسيا يعني في كثير علامات استفهام عند البعض. بس كل وزير منصب اداري او سياسي، النايب منصب اداري او سياسي، بريف بدهم انا نقعد باحلى مقاعد بالبوسطة، بس ما بدهم يعني نكون شركاء اختيار وجهة البوسطة. هيدا الفرق كتير كبير. نحن ما بدنا نكون قاعدين بالبوسطة، وبدنا نأسوأ ما قاعد نقعد فيهم، بس نحن شركاء في هذا الوطن وبدنا نحدد وجهة سير البوسطة. نحن مش شركاء، مش وحدنا. هن تفضل شباب، انتوا شباب حلوين مرتبين ونضاف الكاف استيراد، تفضل عدوا نتعرم قدام نزمر بالزمور. بس البوسطة وين رايحة؟ رايح على الشام، منها معوجة على طهران. لا لا، يعني مش مهم نقعد بالبوسطة. ومنشان هيك استقلنا من مجلس الوزراء، لا نتعلق بالمكاسب والمناصب ابدا. بتعرف شو يعني بعض الشخصيات اللي كانت قريبه منكم او بعيده عنكم، بتعرف شو بتقول؟ انه حظه بالسما جبران باسيل انه عنده خصم كالقوات اللبنانية، لأن عم بتربحوه هو وقاعد ببيته. يعني بمجرد أنه خلص هذا العهد، أسهم جبران باسيل نزلت كتير كتير كتير، رجع بقدرة قادر وبقدرة القوات، بس طلعته إلى هذا التقاطع اللي خلى حزب الله يجي يحكي مع جبران باسيل ويكون ممر إلزامي لرئاسة الجمهورية. وبكرة بيتفق جبران باسيل مع حزب الله والقوات اللبنانية بتقعد برا وبتكون عم بتزقف من بعيد. موافق صح؟ أكيد لا، بس يعني إلا إذا بدنا بنفس المنطق نعتبر إنه القوات اللبنانية أوصلت إميل لحوتي للحكم وحكم 6 سنين وكان عنده كل المكاسب والمناصب الدولة، نفس المنطق. بس حدا يشرح لي كيف القوات عومت جبران باسيل؟ بس حدا يشرح لي. كان عنده وصل لل 29 نايب، نزل ل 22، نزل ل 18، بيناتهم 5 عطيهم حزب الله. انه حدا يشرح لي كيف القوات عومت جبران باسيل؟ نزلت عالم ثبته بالشوارع، وانا مش انا ضد المثبت اساسا، شهور وشهور في عالم تاني صوتت له. بس كيف كانت القوات مؤثره؟ ان كان بنزلت العالم بعشرات الالاف او بتراجعه الانتخابي، حدا يشرح لي. بس يعني هذا نوع بالسياسة ربح هلا، بس هيدا بالسياسة ربح هلا، يعني انه عم تشوف الحوار القائم بين الحزب والتيار، وانتم بعدكم مفكرين وعندكم يعني ضمن هذا التقاطع رئاسيا رئاسيا، يعني بعدكم انتم مستندين انه ممكن يصوت لجهاد أزمة مثلا؟ نصوت او مصوت مع جبران باسيل أزمة ثقة شبه مستحيل، ما بدي اتكهن بالمستقبل انه تتصلح، شبه مستحيل. نحن إذا منوقع على ورقة هالقد ما هيك على الموت، على قطع الرأس ما بتغير. أوكي؟ طيب 10 بنود وقع عليهم، حرف واحد ما التزم فيه، حرف. كيف أي عن أي ثقة عم نحكي؟ شو بدنا نبني نحوية إلا إذا في كم هيك عقول بسيطة، خليني أقول ولو المسيحية. يا أخي ما لعن وسام المسيحية، وما عادوا شركاء بالسلطة، مسيحيين ليسوا شركاء في السلطة. وبس كان بيشيل عون 6 سنين ما كان شريك بالسلطة، وقبل منها من 2010 و2012 لم يكن شريك في السلطة، كان شريك بالمناصب والمكاسب. والفرق كتير كبير بين الاثنين. نحن بدنا نكون شركاء بالسلطة مش كرمال المسيحيين. وبأكد لك كمان ما في بند نعتبره المصلحة الفعلية للمسيحيين يتناقض مع المصلحة الوطنية العليا ولو واحد. بس المشكلة وين؟ المشكلة اللعب على المشاعر بشكل رخيص. يعني راحوا الدوحة رجعنا حول المسيحية قانون 6، رجعنا بعد الدوحة حول المسيحية بدنا نرجعهم بقانون مدري شو. هاللعب على الوتر الطائفي والمبالغة هلا عم نحكي باللامركزية المالية الموسعة انتم بتمشوا فيها؟ ما انتم كمان عم بيعطيه حوت لحزب الله، وحزب الله عم بيعطيه سمك بالبحر، عم بيعطيه حوت لحزب الله. يعني هو شو عمل جبران هلا؟ حط الاشاره تيفرق تروح عند حزب الله.
طب بده يبرر للناس ليش بحط الإشارة تاعته، بده يفرق شو بده يعمل، يعني شو تمنى رح أخذ اللامركزية الإدارية الموسعة والصندوق السيادة، تاخذهم لوين؟ تاخذهم رح يعطوك اياهم لإلك يعني؟ للمسيحيين بيعتبر هيدا صندوق السيادة بس بيعتبر هيدا مطلب مسيحي أول. يا عال بس صندوق السيادة للمسيحيين، اللامركزية بس للمسيحيين، وين في مصاري تتمشي اللامركزية؟ بيع سمك بالبحر في نوع من استخفاف بعقول الناس واستغباء الناس، ومنطقهم هن ما لازم يعرفوا الناس انك عم تستغبيهم من يا شعب لبنان العظيم لليوم، بس اوعى تنسى انهم اغبياء. لا يعني الناس مش اغبياء، الناس مش اغبياء، اول شيء هودي ناسنا بدنا عنا شرف نمثلهم، ما فينا نضحك عليهم كل الوقت، ما هيك؟ وبالتالي نحن مقاربتنا هيك الشفافيه المطلقه. بده يستقبل شو الصندوق السيادة؟ عارف يشرح لي يعني بدي سلم البلد لحزب الله، اصول الدوله وامريكا الدوله كلها تنحصر بهذا الصندوق، بكره رح تتحقق، وهيدا بخفف من حجم الفساد اللي كمان بيتهمكم انكم انتم من المظلومين. مش مزبوط، مش مزبوط، لا لا، هو رب الفساد دخيلك 24 مليار دولار بدون الفوائد على الكهرباء، مش بيير بوعاصي عم بقول الفاريس هيك، معلش يسمح لنا فيها يعني. بس هو شو عم بيقوله صندوق السيادة، ونحن أول حدا طرح صندوق السيادة، وأتحدى أنه أول ناس حكيوا عن صندوق السيادة بلسان سمير جعجع وجورج عدوان من سنتين على الأقل. بس هذا كيف بده يكون المسيحيين؟ هو كل أصول الدولة إلا إذا باقي الأطراف بيقولوا والله مبروك عليكم يا مسيحيين، معلش شو يعني مسيحيين؟ ما يمكن خليك معي، ما هو يمكن يترأس هذا الصندوق بتصور توزيع يعني مسيحي، ويمكن يعني يكون يا تيار يعني يا قوات، بس أكيد تيار على راسي. شو يعني يترأس؟ يعني يترأس، ما ترأس وزارة الطاقة، ما ترأس وزارة الاتصالات، ما ترأس وزارة الخارجية، شو كانت النتيجة؟ لا طاقة ولا اتصالات ولا علاقات دولية، شو يعني يترأس؟ بعدين شو يعني مسيحية؟ يعني إذا أعطينا القوات والكتائب والتيار يعني هيدي خلص اكتفوا المسيحيين، تحسن وضعهم اليومي، رجعت لهم مصرياتهم بالبنوكي، تحسن بنيهم التحتية، مستشفياتهم، مدارسهم، شو يعني مسيحيين؟ دجل بدجل بدجل من الأساس. بعدين قصة اللامركزية خوي، أي شكل من اللامركزية؟ ما في 6000 شكل اللامركزية، واحد كل لامركزية العالم مبنية على شغلتين، فيها 100 دايمنشن، 100 بعد، بس في 2 أساسية. منين بدك تاخذ المصاري وشو مسؤولياتك؟ حدا حدد منين بناخذ المصاري شو مسؤولياتنا؟ اللامركزية الموسعة وكذا. هلا بعد عم تنطرح باللجان. يا حبيبتي هودي، طيب عم تنطرح باللجان. هلا بدي اشتري سمك محطوط باللجان تنط اجي بحضن حزب الله، ان كان انا ينتخبوني او امشي انا مرشحهم، وبس بدي اكيد مكاسبه الفعليه خارج هودي كلهم سوا. هودي للتعميه، او للتعميه، واكيد في صفقات مثل ما صار قبل مستمره، لانه منطقهم هيك وتصرفهم هيك، ولا افتخر بهكذا اداء سياسي. طيب انت سميتها دجل، يمكن هيدي حفله الدجل اللي عم بتصير. دجل مش دجل، دجل حفله الدجل اللي عم بتصير هدفها احراق سليمان فرنجي واحراق جوزيف عون. انتو هيك بتكونوا مبسوطين؟ ما هو جوزيف عون كمان مرشحكم الاساسي، يعني هو اللي عم ينحكى، واللي حتى الثنائي الشيعي متنبهين لهيدا الموضوع، انه جبران باسيل عم يشتري وقت من هون لكانون لكرمال يكون طلع تقاعد قائد الجيش، وبالتالي منشيل قائد الجيش من دربنا، وبعدين منشيل سليمان فرنجية من بعده، ومنصير نروح على مرشح نحن كتيار وطني حر، وجبران باسيل منفرده على حزب الله. يفرضوا لا بتغطوا، هيدي صعبة، غطيه شو نغطيه؟ ومكشف تنغطيه يعني؟ لا لا تسلمي، لا منغطيه ولا منتشتشو. ما بستبعد هاي طريقة تفكير جبران، لعبة سلطة للسلطة، لعبة سلطة للسلطة. لا ما هذا سؤالي، أبدا نتسلم، شو منعمل؟ منسلموا البلد يعني؟ تمن سهل لهم إياها؟ لا على القليل روحوا تحاوروا مع خصمكم، على القليل روحوا تحاوروا مع خصمكم، كونوا على الطاولة مش تكونوا برات الطاولة. مرتين قعدنا على الحوار وندمنا المرتين، بال 2006 طارق 20 مشوار سمير جعجع كان يبقى امين عام حزب الله يحضر كمان، شو صار بالحوار؟ مش عارفك شو صار؟ على القليل خففت، على القليل خففت التعبئه اللي كانت بالشارع بال 2006 ساعتك. ليش بده يكون في تعبئه بالشارع؟ لانه هلا عم نعيشها كمان. مين بده يضرب مين؟ هلا ما في تعبئه بالشارع؟ ضربة كف ما في،
ما حدا قادر يضرب ووجع اليوم إلا حزب الله، وما رح نرضخ يضرب ويوجع قد ما بده، ما رح نرضخ. تاريخنا كله ما رضخنا هيدا البلد إلنا ولغيرنا. عم بقول إلنا قوات لبنانية مسيحيين ولغيرنا من كل الأحزاب من كل الأطراف، ما حدا يفكر بركعنا أو بيخوفنا، ما حدا. هيدا الكلام البعض يقول بأنه ببارك له لسليمان فرنجي، أنه من بعد كلام دكتور جعجع مبارح ومن بعد هلأ كلامك هيدا تعليت السقف كتير، وأنه مبارح بالحرف قال الدكتور جعجع أنه هي مش تعليت سقف، حزب الله هي لن يدخل إلى قصر بعبدة. اسمحي لي الكلمة بس، هي مش تعليت سقف، هيدا اعتراض على أنه يستوطوا حيطنا، هيدا موقفنا الثابت والتاريخي، بس ما رح نقبل حدا يستوطي حيطنا ايا كان، 100,000 صاروخ، 200,000 مقاتل، ليه؟ رح يرجع يجي عبر التاريخ واحد تاني مثل ما اجى قبل، ها مملوكي وعثماني ولا ويركعنا لانه عنده فائض القوه. ما كنا هون، عن جد ما كنا هون. كل المكونات اللبنانيه عم بحكي، كل المكونات اللبنانيه ما كانت هون لو ركعت، ولا حدا منهم ركع. بتقولي لي السنة مش مزبوط، مش مزبوط. بتقولي لي الشعة مشوا متشقفوا قبل غيرهم من المماليك تحديدا، العثمانية معطون استاتيو المواطن، الدروز قاوموا بالجبال تا ما يستسلموا، بده يجي هلا يلقطني على دينتي ويقول لي تعال الحوار، ما بدي اجي على الحوار. شو لك معك؟ بس مبارح كمان من اللافت لأنه حس البطريرك الراعي أنه هالقد الطريق مسكرة قدام انتخاب رئيس جمهورية، ولا أحد يستطيع أن يرفض الحوار بظل أنه البابا بعدني مثل ما قلت لك مبارح عم يدعي إلى حوار. يعني طلع اليوم طلع البطرك مبارح قال أنه هو مثل كأنه عم بيشجع إلى الذهاب نحو الحوار، حوار من دون أحكام مسبقة، وهيدي قاصدين كون فيها لإلكن لأن أنتوا أخدين حكم مسبق على هذا الحوار أنه بدون يفرض عليكم رئيس، وبالمقابل من دون مصالح شخصية ماشي بالرئيس واضح. لا ما بالميل الثاني قال كفى حكي وقال من دون مصالح شخصية وفئوية، عم بيقول لهم لحزب الله وحركة أمل أنه أنتم ما تشتغلوا مصلحتكم على حساب مصلحة الوطن أو للتيار. فالبطرك مبارح موقفه مثل كأنه صفعة إلى القوات، البعض فسره أبدا. خليني أوضح نقطتين، أكيد في موقف مبارح لافت للبطرك بدون شك، بس ليش هيدا الموقف بدنا نعتبر انه بيمحي كل المواقف السابقة؟ البطرك صار له شهور بيقول عم ترتكبوا جريمة، عم بتعطلوا مجلس النواب، ما عندكم خيار الا تحترموا الدستور والانظمة القائمة. شهور عم يكرر، ليش مبارح بس؟ لأن من بعد مبادرة الرئيس بره توقيتها يعني بس وقفت عند هالنقطة. اوكي توقيت. وبالتالي كمان بدي اقول انه بكركي هي اساسية بالدفاع عن الثوابت الوطنية التاريخية. أكيد البطرك بيقول بده إياه، نحترم قوله، بس اللعبة السياسية هي شغلة السياسيين. لعبة الثوابت مين كان بيمثلها خير تمثيل، يعني احترامنا طبعا لسيدنا البطرك صفير، ما فات أبدا باللعبة السياسية، بس حافظ على المبادئ سيادة لبنان، تعدديته، حريات الوجود والدور المسيحي الذي لا يتناقض مع أي وجود ودور أي مكون في لبنان. هاي. بس هيدا موقف هاي. هيدا هاي. موقف هاي. يحمل ضمنيا اعتراض على سياسة البطريرك الراعي، وعم بتقول له البطريرك الصغير كان أفضل بالثوابت منك. أنا عم بقول ما نادى به البطرك الراعي منذ شهور وشهور هو خيارنا وهو توجهنا. على كل حال البطرك موقع تاريخي، موقع تاريخي، مش شغلة عابرة البطركية المارونية، ثابتة تاريخيا، وهي اللي عملت لبنان الكبير. عم يكفي هاي 1920 لبنان الكبير ما كان صار لو من البطرك حويك يلي بيسوب بايده كل العالم بينتهم الفرنسيين انه خي ما تعمل لبنان كبير، ما قول لبنان صغير تكون تقل المسيحة اكثر. الا انا بمحيط عربي بثقافات متعددة، وبالتالي لبنان الكبير هو مساحة انفتاح من المكونات الإقليمية داخل لبنان، وأصر عكس ما كان يقول له جرو أو كليمانسو حتى لوصلوا بالآخر يقولوا طبي
انه اعمل اللي بدك اياه. نحن نفتخر. ما عم بتحافظوا على هذه صيغه التعايش الموجوده؟ كيف طلعت معك؟ يعني باللغه التقسيميه اللي عم تحكوا فيها، كيف طلع معك؟ بلغه نبذ الثنائي الشيعي، انتم بتعتبروا انه هيدا ثنائي حركه امل، ولكن الشيعه اكثر من هيك. طبعا. اوكي أكيد. بس انه انتم حتى مش قابلين انكم تقعدوا على الطاوله بغض النظر عن حزب الله، هيدا الخلاف استراتيجي بينكم وبينكم، بينكم وبينه مع الرئيس بري، ما عم تقعدوا على الطاوله. هذا خطا كبير وشائع. طاولتين يلي بيتمثل فيها كل الشعب اللبناني لحديت هلا، في طاوله منهم فيها ما تكون هيك، يعني مجلس النواب مجلس وزراء، يعني ما قعدنا وبعدنا قاعدين مجلس النواب كافه المكونات. شو هي مش طاولة؟ طيب ما بدعيكم الرئيس بري على مجلس النواب، يعني ما دعيكم على قصر الصنوبر، بالعكس هو أطفى السيادية على هذه المبادرة، قال لكم ما تروحوا على قصر الصنوبر عند الفرنسي. ساعة اللي بدنا وساعة اللي مفروض يعملوا بالهيئة العامة بالقاعة 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 بالقاعة، ما في يخترع قواعد جديدة للعبة، ما بيقدر. ما فيك تكوني عم تلعبي شطرنج ويطلع عم يلعب بوجهك يقول لك لحظة أنا بدي لاكم، يلبس الكفوف يعني لعب شطرنج يعني لعب ملاكم، يعني اللي شو هي اللعبة نحترم قواعدها ونلعبها بشكل ديمقراطي. فإذا بمجلس الوزراء قعدنا سوا، بمجلس النواب قعدنا سوا، كافة المكونات، هود المؤسسات الدستورية، مش لويا جرجة. لويا جرجة شو عم تعمل؟ أخطر ما فيها إنه عم تتخطى آراء الناس وخيارات الناس. أنا مش موجود مجلس النواب كبير معاصي، أنا الشغلة الوحيدة فتحت لي للمرة الثانية باب المجلس الناس 14956 صوت، هو فتحوا لي باب المجلس يكون قاعد اليوم. شو عم يعمل رئيس بري وحزب الله؟ ها؟ رأي الناس حطوا لي على جنب، اختياركم من قبل الناس قعدوا على جنب، القانون والدستور حطوه على جنب، وطلعوا انت نقعد بصالة تشوف شو بدنا نعمل. لا لا مش هيك بتصير الامور. ما بتعترف انه الرئيس بري نجح بتفتيت التقاطع المسيحي؟ يعني لا لا الا بغض النظر انه هو مفتت خلقه، يعني لا بس كمان فتت زياده بموضوع الحوار، يعني هلا التيار والاشتراكي راحوا للحوار، انتوا والكتائب رفضتوا الحوار، واكثر من هيك يعني نائب السابق وليد جنبلاط استغرب انه كيف في بعض القوى ترفض الحوار ونحن ضروري نروح نقعد مع حزب الله لكرمال نحكي برئاسة الجمهورية ومستقبل لبنان أيضا. أول شيء مع حزب الله ما بينحكى لا مستقبل الجمهورية ولا مستقبل لبنان، لأنه آخر همه الجمهورية وآخر همه لبنان. لبنان بالنسبة لحزب الله هو مكان مش وطن، الوطن هو منطق ومبادئ الإخوان المسلمين، يعني نلغي الحدود بين كل الدول الإسلامية، نطبق الشريعة ونأخذ السلطة ولو بالقوة، إذا مش بالقوة بيكون أفضل وأفضل، مثل ما صار بمصر أيام مرسي. وبالتالي هيدا المنطق زيد عليه الجانب ولاية الفقيه، يعني تقريبا حزب دعوة بلس ولاية الفقيه، هيدا صار حزب الله. الشيعي الذي لا يؤمن بهو ما بيقدر يكون جزء من حزب الله، في زقف له الحزب الله. بس تعرف ساعتك يعني انا كمواطنه والله زهقت من هودي من هودي الشعارات عراسي. بوقت انه عن جد الناس عراسي. عم نشوفهم على الطرقات عم يتهجروا، مش معهم ما معهم حق بنزين واكل وشرب، يعني والله انه كيف يعني انه ايران والسعوديه ونحن هون مش قادرين نقوم بحالنا. روان نقطتين، اذا واحد ضاج من الباخره عنده المال دمار بنط من الباخره بيضل فيها، بيعالج حاله تضل فيها، ما فيك تنط من الباخرة. It's not an option. ما في واحد يدوج ويقول أنا بدي نط من الباخرة. واحد. اثنين، الاقتصاد. مصريات الناس اللي تبخرت، ما هيك؟ هجرت ولادنا لبرا كله. ما هن المسؤولين عنهم. سلموا البلد وبعتقد إنه هودي رح يصلحوا لي كل الأزمات اللي عندي إياها. ما ثلاثة مسؤولين عن 99% من اللي صار. حزب الله. وأمل وتيار وطني الحر. مش مطلوب تسلم البلد. بس عمي. قادر تلغيون؟ ما هيدي الفكرة. لا لا لا. يعني لا قادر تعمل هاي ولا قادر تعمل هاي، بدك عندك ثقافة ديمقراطية مع. وأنا بعرف روان قديش عندك ثقافة ديمقراطية. ما حدا بيلغي التاني بالديمقراطية. بيطلع أكثرية كل دول العالم وأقلية. وبينطروا الانتخابات الجاية. بس الاثنين يعني ما عندهم أكثرية. مين قال لك؟ لا أنتوا ولا هن عندهم أكثرية. في آلية دستورية يجب احترامها.
لحتى نطلع من هالأنباس هيدي. يعني تخيلي شغلة، إذا الأكترية مجلس النواب الفرنسي ما هيك مش حست حالها رح تخسر، تمنع الانتخابات، تعرف شو بصير؟ حرب أهلية بالساعة ذاتها. كمان الناس بدها تعمل ردة فعل، بدها إنهم على الجامد السياسيين. ما فينا نضل على طول ماشيين، ما بيسوى يكون الالتزام السياسي رديف للانتماء. هيدا خيار ممكن واحد يغير، ومرة يكون مع اليمين ومرة يصير مع اليسار ويصير تداول على السلطة. ما بنقدر نكون على العميانة إنه حتى على القوات، خي أنا مع القوات للموت شو ما عملوا خي، لا مش مزبوط. لازم إذا بدك فعلاً التزامك يكون هالقد صلب، لازم كل يوم تحطه على الطاولة. نعم. وتنتقد وقت لازم تنتقد، وتأيد وقت لازم تأيد. طيب بس شو موقفك من بعد ما سمعت كلام وزير إيراني زار لبنان، قال إنه قال إنه أنا سمعت من السعودية إنه لا السعودية ولا إيران رح تتدخل بالملف اللبناني؟ يعني هالدولتين اللي تاريخيا في بيناتهم خصومة واجتمعوا مع بعضهم بوقت أنتوا كقوات لبنانية وحزب الله بيجمعكم أرض وحدة وبيئة وحدة وتقاليد وحدة ووطن واحد، مش راضين تحكوا مع بعضكم. بس ليه السؤال؟ ليه ما بتعرفي ليه؟ أول شيء ما أسبابكم أكثر من أسباب إيران والسعودية. خليك معي. إيران بلقاء بالسعودية ببكين ما طرحت مواضيع أساسية بالعمل، يلين ثلاثة: الصواريخ البالستية، البرنامج النووي وأزرع إيران بالمنطقة، وتم الاحتكام إلى تخفيض الاحتكام. كمان معرفتي بالمقاربات الإيرانية، مستحيل يسلم ورقة، مستحيل وتنزل سما على الأرض يضب ورقة. إيه تهدي العملية، بيقولوا الحوثي عدو البيت، بيروحوا بسلاحاتهم مثل ما هن بيعدوا البيت. ممكن يقول له بلحظة معينة لحزب الله خفف شوي الضغط، بس إنه يسلم ورقة يعني تنقول ينتزع سلاح حزب الله مستحيل. هاي اثنين، اذا بحس حزب الله هالقد معرض هالقد بينزل بكل تقله شو ما كلفت. ليه 40 سنه عم يدعم بالمصاري بالسلاح بالتدريب؟ اثنين، طائفه شيعيه كبيره بلبنان هو من قلب هذا المكون. ثلاثه، شو حدود اسرائيل؟ يعني هون في زايد على العرب والمسلمين و و و انه انا عم بقتل اسرائيل، مستحيل يتخلى عن شعره لحزب الله. وبالتالي اذا حس انه حزب الله بحاجه لتدخله شو ما قال قبل ما بصده، رح يستقتل تيوقفوا عجره وتيستمر يكون اداه اساسيه لايران بالمنطقه. طيب بس بالمقابل هن بيعتبروكم أداة أساسية للسعودية وأمريكا. كيف؟ اللي هي هلأ في يعني شوية تقارب تقريبا ما بين الأمريكيين والإيرانيين، والبعض يقول بأنه ممكن أنه تتظهر بالمرحلة المقبلة بموضوع رئاسة الجمهورية اللبنانية. طيب. وبالتالي ممكن الأمريكان بأي لحظة من اللحظات يقلكن نزلوا على الحوار، نزلوا غطوا النصاب وما تعطلوا حتى ولو وصل مرشح الممانعة اللي امبارح جزم الدكتور جعجع انه ما راح يفوت على قصر بعبدة. يا تسلمي، خلينا نوضح الامور. اول شيء، هاي العادة اللي عنا اياها انه على طول في كفتين ميزان كلمة بعض، يعني هذا دعمته ايران، يعني الثاني حكما دعمته السعودية. كمشي في انفاس كومنيكان او دوبلتو دون بلاس، مش مزبوط، مش مزبوط. يعني ما بنوصل للحقيقة بتزوير توازن الكفتين بالميزان، هاي مش حقيقة. أول سؤال، كيف دعمينا الأمريكان؟ كيف دعمينا السعودية؟ هذا يشرح لي بس. عم بقول لك 100,000 صاروخ، عم بقول لك 100,000 مقاتل، عم بقول لك بقتلوا جماعة الأمم المتحدة ساعة بدهم بيعملوا لهم قتلة، ما هيك؟ عم بقول لك على الأقل 50 مليون دولار بالشهر. حط لي هاي مقابل هذيك، علاقتنا منيحة مع السعودية بقول لك أكيد وعلى السطح، وكل دول الخليج علاقتنا، راح أختصر، علاقتنا ما بتسوى بدولتين بالعالم، إيران وسوريا. والباقيين شيلي لبنان 190 دولة علاقتنا ممتازة فيها ولازم نكون بعد أحسن وأحسن وأحسن. بس تقلك إنه الأمريكان بيجي قلنا مشو سامع شو صار بالفرنساوي، زاد شي بيصير مع الأمريكان. ولك يا عمي وقت اللي سهلنا وصول ميشيل عون للرئاسة، ليش قلت سهلنا؟ نحن 8 نواب أخذ 83 صوت، ما هي؟ ولك جن العالم كله من أقصى لأقصى، كل اللي عديتيهم بيدوي، يعني انه دخيلكم بتجيبوا لنا مش العون، ودخيلكم
اوعى جبران بصير، بس الكل اجماعي يعني كنا شايفين بوقتها انه بطل في خيار اخر، بنحط اطار البنود العشرة، هيك هيك هو رح يوصل حط له اطار البنود العشرة. وبما انه علنية وقريناها، مش صدفة علنية وقريناها، وبالتالي رح يلتزم فيها. هاي البنود العشرة ما التزم بشيء. هاي البنود العشرة مش سليمان فرنجية جدير بتطبيقها وعنده مصداقية بتطبيقها أكثر من ميشيل عون؟ يعني سليمان فرنجية طلع حكي عن استراتيجية دفاعية، إنه هو أكثر حدا بيقدر يجيب استراتيجية دفاعية من حزب الله، قدر حكي عن عملية النزوح ووقف عملية النزوح وعودتهم إلى سوريا لأنه هو على صداقة مع النظام السوري، عن الحدود، يعني كل هذه الملفات اللي بالبنود العشرة، أليس أصدق سليمان فرنجية من أنه هو يلتزم فيها ويطبقها؟ مشكلتنا شغلتين. أول شيء سليمان فرنجية بثقافته السياسية وبخلفيته السياسية 100% مع مقاربة المقاومة والنظام السوري، ما يسمى المقاومة، مسمي المقاومة. أوكي؟ وبالتالي لا، ما في ارتياح، لانه يعني بشكل واضح اخي انا هونيك للاخر. ميشيل عون جبران بسيل بيع شره، بس لقوا مصلحتهم هونيك، عم يطلع لهم مكاسب ومناصب وزارته واستراح، راحوا لتاني ميل نسوا البنود العشره. انا اعتقادي انه سليمان فرنجية ما بيمضي البنود العشره، في اشياء عكس قناعاته السياسيه، مثل ضبط الحدود. شو ضبط الحدود بالنسبة له؟ يعني بتفهم شو يعني ضبط الحدود؟ يعني لا كبتاجون ولا مقاتلين ولا تهريب بالاتجاهين، ولا ولا ولا، مستحيل حزب الله ولا بشكل بيقبل بضبط الحدود. هيدي حدود حيوية، كان 17 مليار دولار بسنة طاروا دعم من لبنان على سوريا، هيك ومع كل المليارات اللي ضمن حزب الله بهالتجارة هيدي، وهلا بالاتجاه المعاكس بتجي الحيويات على مرفق طرطوس بتلف من تاني ميل وبتجي على البعض، لا ضريبة ولا حدا ولا حدا. قلت لك كيف بده يضبط الحدود؟ مفترض اذا قدر انا حزب الله بهذا الموضوع يكون الجيش هو المنتشر على الحدود، لان هيدي شغلته الاساسيه. على راسي بدون 30 كيلومتر المفتوحين وثمان معابر، ما هيك؟ اوكي، انا ما عندي سؤال بهاي، انا ما عندي سؤال نهائيا. اوكي، بعدين العلاقات العربيه، هاي مش علاقات بقول لك انا انه انا ابن البيت واتسترا، تريبيان وكثير منيح، بس علاقات مصالح. هي علاقات مصالح، إذا بتأمن له مصالحهم بيفتحوا لك البواب، علما أنه صراحة هلأ الدول العربية طالع دينا من لبنان من آخرها، تلفت لبنانية، المسؤولين السياسيين نهبون ما عملوا شيء بالمقابل. لإلي قالوا لي بالزمانات أنه خير ما بدخن، صار بده كروس دخان، بس بعت له كروس دخان بصير بده قداحة، بعدين بعت له منفضة واتسترا. تعبوا من لبنان، نعم، لأقصى حد، وعندهم اهتماماتهم الداخلية من السعودية جور تحديدا السعودية. أوكي. بس في نقطة كمان بتضوي عليها، أنا أصحاب مع بشار برجع النازحين، بشرفكم له، بشرفكم، يعني 1.5 مليون نازح، إنه هيك رئيس مرق ليها استردوا بيستردوا تاني نهار، مخلص بشار 1.5 مليون نازح سنة، مش عم يدفع لين ولا شيء، عم يبعثوا له دولارات على البلد هيك، وعم بيعمل ابتزاز على لبنان وعلى الأردن وعلى تركيا وعلى أوروبا فيهم. من هذا السؤال الأخير عندي دقيقة مش أخير؟ أكثر. أوكي. إذا في حال رحنا على حوار، لأن صارت أطرافه موجودة باستثناء القوات والكتائب وتجدد التيار، رح يكون في مكون مسيحي بهذا الحوار، دعا الرئيس حوار إلى جلسة ونزل عمل 7 أيام حوار ودعا إلى جلسات متتالية، القوات لا تحضر الحوار ولكن بتنزل على الجلسات المتتالية تصدق على الاتفاق اللي صار بالحوار؟ خلينا نشوف من هالوقت بعد، يعني نحن قرارات بهذا الحجم لا تتخذ قبل اجتماع الهيئة التنفيذية، هاي قرار مش سهل. وبالتالي بدأ اجتماع هيئة تنفيذية تناخد قرار وببقى بقلك عنه. بس مطلبكم جلسات متتالية بيكون عندكم ذريعة انكم ما تنزلوا حتى ولو نشوف يعني ما نشوف شو بينتج عن الحوار قبله بأي إطار بدها تكون، بأي احترام للدستور. رح يحمل رئيس شهر أيلول؟ ما بعرف،
بترجح ايه او لا؟ لا ترجيح، انا اعوذ بالله نوستراداموس بالسياسه على طول بفوت بالحيط، انا ابدا ابدا ما برجح شيء. انا بيير بوعاسي، انا بدي اتشكر كثير حضورك، اهلا وسهلا فيك. شكر المشاهدين، البوكس كان خفيف اليوم. مرقت على خير الحلقه، شكرا كثير لحضورك واهلا وسهلا فيك. والشكر الاكبر موصول لكم مشاهدين على متابعه هذه الحلقه، والى اللقاء.